ننزل نشمسهم. حطيها هنيك بنتي. تعي تعي يلا بنتي تعال امسكي من هالطرف هيك فرشيها كلها. ها هلا بتاخدي هي وبتنفضي. بنتي انت بحياتك مو منفضة الحاف من قبل يعني؟ لا. ليك لازم تضربيه هيك هاي الطريقة. ها هيك 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 بتروح كل الغبرة. شفتي؟ الحمد لله واخيرا خلص. يسلموا ايديكي بنتي خلصتي كل شيء. لسه في الحافين وسجادتين بدك تنظفيهم وبس تتعلمي بكره بصيروا يقولوا وين امينه تجي تنظف لنا. بنتي ايه؟ انا رايحه اخذ الاكل لمصطفى وابوه ما بتاخر. انا تركت اكل جوا وكله سخن في شوربه كمان. ايه بس تجوعي كلي تمام. يا ربي خلصني حاسه حالي بجهنم. أخ منك يا مراد يا ترى وينك هلا؟ شو هاد؟ طعمة الزيت غريبة. بنتي ما بتعرفي؟ هاد زيت زيتون أصلي. ليش زيت الزيتون بيطبخوا فيه الأكل؟ ليش ما بتستخدموه؟ لكان بشو بتطبخوا؟ نحن منطبخ بزيت نباتي ما منستخدم هاد. يا حرام، حدا بيطبخ أكله بزيت نباتي؟ ما بعرف كيف فيكن تأكلوا. يا الله يا حرام غفلت ونامت. يا ترى السبب الهوى ولا المي؟ أمي شو عملتي؟ بالله ما شغلتيها بشغل البيت؟ والله بتعرف شغل البيت يا ابني، أنا اشتغلت كل الشغل، عروستك ساعدتني شوي. يا حرام بنات هالزمان ما بيتحملوا الشغل. Thank you.
معلش اصبري أمينة، كله رح يمضى. ليش متعبة حالك يا بنتي؟ يا الله منك، بما أنك عاملة العجين بإيدك مصطفى رح يحبها. لا عذاب ولا شي خالي خيره، قلت بجيبن وبجي بشوفكن وبشوف مصطفى. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.